بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من ضمن التعريف في أنواع الرطب والتمور في المدينة المنورة وما حولها من المناطق ومناطق باقي مناطق المملكة متى ما تيسر ذلك، نعرف اليوم بصنف السويدة. وصنف السويدة من الأصناف القديمة في المدينة المنورة، والتي أصبح لا يكاد يوجد الآن إلا قليل. هذا الفلين أخذناه من سوق التمور في المدينة المنورة، وجدته وفرحت به، وذكر من اشتريته من عنده أنه من المدينة المنورة وأنه في آخر الحصاد، لذلك يبدو أنه في آخر الحصاد. ونخلة السويدة من النخيل التي تأتي متأخرة، ولكن الآن هذه هي آخر موسمها كما يظهر. نخلة السويدة هذه رطبها مناصيف، تأتي منتفخة مستدقة قليلا من الأعلى، مستطيلة شيئا قليل، تشبه البيض ولكنه مختلف. طبعا من يعرف نخلة السويدة إذا نظر لها يعرفها مباشرة، حيث يجد في رطبها اللون كأنه يميل إلى السواد الداكن، وقد يكون هذا هو السبب الذي سميت بها السويدة، لأنك إذا رأيتها من مكان بعيد بالذات الرطب المناصيف كأن سبحان الله في قاعدة الرطب سواد، كأن فيها سواد، كأنها مكحلة، فترى سبحان الله العظيم فرق عنها وعن مثلا البيض والروثانة أو غيرها من التي تشابه أشكالها فيها. طبعا تأتي أصفر، لون أصفر زعفراني، أحبتها بهذا الشكل، مستديرة على استطالة. تمرتها عادة يكون في قاعدتها سواد، وقد يكون هذا هو السبب في تسميتها بالسويدة، لأن إذا رأيتها من مكان بعيد يأتي لون هذا من الأعلى، لون الرطب أشقر، ثم يكون داكن من الأسفل، وهي من الأصناف القديمة في المدينة المنورة، وأصبحت لا توجد إلا قليل. صنف لذيذ يأتي متأخر عادة. هذا طبعا آخر الحصاد. ولكن فرحنا به لما رأيناه، وحبنا توثيقه. هذا الآن شبه مكتملة، كان فيها حد أسود، كأنها مكحلة سبحان الله العظيم. قمعها بارز، هذه بلحتها، وهذا الفيديو بالتعريف بهذا الصنف القديم في المدينة المنورة، صنف السويدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك علما ننتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.